بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم أخوان الطلاب والطالبات. كنا وصلنا إلى الوحدة الثالثة من هذا الكتاب، وهي بعنوان Topic Sentences، وهو موضوع مهم جدا. ومن الآن نبدأ بتحليل عميق لعناصر الباراجراف، أهم العناصر اللي هي Topic Sentence، ثم Supporting Sentences، ثم Concluding Sentence. لنبدأ على بركة الله. What is a topic sentence؟ ما هي topic sentence؟ كنا شرحنا ذلك في الوحدات السابقة، والآن نفصل. A topic sentence states the main idea of a paragraph. A topic sentence، الجملة التقديمية هذه، هي التي تذكر فكرة رئيسية للموضوع، الفكرة الرئيسية. أيضا يفيدنا هذا الكلام main idea اللي عندهم مادة اسمها reading. فالreading أحيانا يسألون فيقول لك هذه الباراجراف ما هي المين ايديا، ما هي الفكرة الرئيسية؟ يقولون هكذا، ما هي الفكرة الرئيسية؟ أين تجد الفكرة الرئيسية؟ تجدها في التوبيك سنتنس. إذا وجدت التوبيك سنتنس وحددتها، فأنت قادر على أن تعرف موضوع الباراجراف، يعني الفكرة الرئيسية للباراجراف. الآن مكانها، It is usually found at the beginning of a paragraph. المكان الأمثل لها في بداية الباراجراف، يعني الجملة الأولى أو الجملة الثانية مثلا، الجملة الثالثة. بعض الكتاب يسويها، بعضهم الكتاب يعني يشطح ويطلع عن النمط، ممكن يحطها في وسط الباراجراف، ممكن يحطها في آخر جملة. لكن إحنا كطلاب نتعلم، إحنا نفضل أنك تبدأ مباشرة بالtopic sentence لتقول للقارئ موضوعك عن ماذا سيكون، عن ماذا سيكون. فالقارئ يقرأ أول جملة ثم يقرر هل سيستمر في القراءة أم يترك ويمشي. A topic sentence has several important jobs. ولها وظائف. للtopic sentence هذه لها عدة وظائف. أولا، It introduces the main idea. تذكر من خلالها فكرة النص الرئيسية. ثانيا، Limits or focus the topic. وتحدد إطار الموضوع فلا تخرج عنه. Often tells the reader how the information will be organized in the paragraph. وعادة أو أحيانا تستطيع أن تستنتج من قراءة التوبيك سنتنس، تستطيع أن تعرف كيف نمط الباراجراف، كيف سيتم تنظيمه، تنظيم منطقي حسب تقسيم منطقي، تسلسل زمني إلى آخره. وحتى تستطيع أن تعرف نوع الباراجراف، وأنا كنت ذكرت هذا سابقا في الدروس الماضية، ذكرت أحيانا أنه قد تقرأ التوبيك سنتنس فمثلا يذكر لك كلمة reasons، فتعرف أنه هذا باراجراف reason. ممكن يذكر لك أنه سوف يحدثك عن خطوات عملية، فتعرف أنه هذا ما يسمى process paragraph. طيب، إذن هذه الوظائف الثلاثة للtopic sentence. الآن نبدأ بتحليل النموذج الأول. Analyzing a paragraph. Discuss the questions. سيعطينا النموذج ثم سنجيب على الأسئلة. يقول لي السؤال الأول هنا، Can you name three benefits of exercising regularly؟ ممكن تذكر ثلاث فوائد للتمرين الرياضي المنتظم. What are the three reasons or what are three reasons that people do not exercise regularly؟ أعطينا ثلاث أسباب تخلي الناس ما يعني ما تتمرن بصفة منتظمة. يعني هذه موجهة للطالب والطالب يذكرها. الآن نريد أن نحلل. هذه كلمات سوف تمر معنا. climb هو verb فعل، يعني يتسلق أو يصعد. improve يتحسن، كمان هذا فعل. in good shape يعني هذه تطلق مثلا للشخص اللي بيلعب رياضة وجسمه حلو وشكله حلو. reduce ينقص، يقلل، كمان هي فعل. مرة ثانية أذكر وأقول إنه هذه الباراجرافات وجدت حتى تكون نماذج للطلبة، فيقرأ الطالب ويحاول أن يقلد هذه الباراجرافات. فالآن لدينا العنوان كما ذكرنا سابقا، يتوسط ويكون بحروف كبيرة إلا الكلمات غير الرئيسية هكذا، والعنوان يكون يدل على المضمون ولا يكون جملة كاملة، لا تجيب فيها subject to verb، يعني ذكرنا هذا في الدرس السابق. reasons for exercise، أسباب التمارين. There are many excellent reasons for exercising several times each week. هناك عدة أسباب
بتخلي الشخص يتدرب عدة مرات في كل أسبوع. حسنا، هذه هي التوبيك سنتنس. توبيك سنتنس مع الأيام وأنت تقرأ بتصير تعرف يعني من صياغتها، تعرف إنه هي التوبيك سنتنس. أولا هي في بداية الجملة أو في بداية الباراجراف. ثانيا يعني بدأ مباشر، قال لك هناك عدة أسباب. There are many reasons، مثلا عدة أسباب. فأنت لما يقول لك عدة أسباب ما تدري كم، ممكن تجيب سببين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ما ندري. أحيانا قد يحدد يقول لك there are three reasons، هناك ثلاثة أسباب، إذا يجب أن يذكر ثلاثة أسباب هنا. طيب إذا هناك ثلاثة أسباب، لماذا الثلاثة أسباب؟ للتدرب في كل تدرب وممارسة التمارين الرياضية في كل أسبوع. فالآن أنت كقارئ عرفت من خلال هذه الجملة الأولى عن ماذا سيحدثك، صح؟ فهذه وظيفة التوبيك سنتنس. الآن أنت تفكيرك كله انحصر، بدك تعرف، تريد أن تعرف ما هي الأسباب يا أخي اللي بتخلي الناس تتمرن وتمارس الرياضة بانتظام في كل أسبوع. بعد أن قدمت الجملة هذه التوبيك سنتنس، الجملة التقديمية، تبدأ بشرح مضمونها. تقول ثلاثة أسباب، طيب يلا نبدأ. فتقول السبب الأول مثلا، أو فيرست، أو أولا، مثل هنا تأتي بترانزيشن سيجنال. أولا